طلعت اليوم رحلتنا سعيدة. أهلا بيكم معانا في رحلة جديدة من رحلتنا، رحلة سعيدة. أنا زهرة رامي كابتن هذه الرحلة، وبقول لكم دلوقتي جه ميعاد إن احنا نبتدي رحلة جديدة، وأكيد معانا أسرتين النهاردة مختلفين، هنلعب بقى مع بعض ونقضي وقت زي ما اتفقنا. احنا هنا في البرنامج بنلعب، بنحكي، بنغني، بنطبخ، بنعمل حاجات كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا، بس الأهم إن احنا بنلعب من غير تعصب. مش المفروض إن احنا نبقى بنتخانق مع بعض أو نزعل من بعض واحنا بنلعب، ولو زعلنا لغة الحوار هي اللي المفروض توصلنا لإن احنا نتفق مع بعض. أهم حاجة إن احنا نبقى بنعرف نتكلم مع بعض حتى لو احنا زعلانين. هنلعب النهارده مع أسرتين مختلفتين، تعالوا النهارده نتعرف عليهم ونبتدي بقى بأسرة إيه؟ الأستاذة إيه، حبيبة؟ أيوه، اتفضلي يا حبيبة عرفيني على نفسك. اسمي حبيبة. أيوة. وعندي 10 سنين في جريد 6. ماشي. فاطمة طلبة، عندي 11 وفي جريد 6 برضه. أوكي. أميرة. أيوه. مامته. أنا مامته. أيوه شغلتي مامته. أيوه رؤية، أهم شغلانة وأصعب شغلانة. وربنا يعينك عليها يا رب. يا رب يا رب. أستاذ طارق فريد. طارق فريد 50 سنة. أيوه. رب الأسرة. رب الأسرة ما شاء الله. حضرتك بتشتغل إيه؟ رجل أعمال. رجل أعمال. أنتوا أسرة من القاهرة. أيوة. أصلكم من القاهرة. أجدع ناس. شبراوية يا فندم. منين؟ شبراوية. أجدع ناس شبراوية طبعاً حبايبنا. أيوة أستاذة ليلى اللي إحنا حاطينها فوق ستيب كده عشان تبقى طويلة وأطول من أختها. عندك كام سنة بقى؟ 6 سنين. 6 سنين؟ ماشي أوكي. وعرفينا على نفسك أكتر، بتحبي إيه؟ اللعب. اللعب. إحنا هنلعب لعب النهاردة. ماشي أستاذة جودي طارق. جودي. عندي 9 سنين. برايمري 3 في ثالثة ابتدائي يعني. ايه. ماشي كبيرة انت بقى وعقلة. انت العقلة؟ مفروض. بتتخانقوا مع بعض؟ ده ايه الصراحة؟ طب وايه تتخانقوا جامد يعني ولا بتعرفوا تتصالحوا بسرعة؟ لا. الله. ماما بقى بتعمل ايه في الموضوع ده؟ ماما طالعة عينها والله. حبيبتي ربنا يخليكي. ماما تعبانة. اسم حضرتك؟ نهى. نهى. 33 سنة. ايوه. مامتهم برضه. مامتهم برضه. بتشتغلي؟ لا لا ربنا يخليكي. شغلانة مهمة جدا. سيئة قوي. أستاذ؟ طارق كمال. طارق. 44 سنة. رب الأسرة. أيوه. بتشتغل إيه حضرتك؟ محاسب. محاسب من القاهرة برضه. من القاهرة. طيب أجدع ناس. عندنا أسرتين النهاردة من القاهرة وحماس رهيب جدا، وعندنا 4 بناتيت النهاردة حلقة البنات. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات، هنلعب النهاردة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وعندنا حاجات كتيرة قوي هنعملها. بس خليني أقول لكم إن إحنا برنامجنا فيه شوية قواعد لازم نمشي عليها للكبار وللصغيرين. أول حاجة في برنامجنا إن إحنا مش هنمسك الموبايل طول الرحلة دي. تاني حاجة هنرجع كل حاجة مكانها لما نلعب، يعني لو احنا لعبنا وبهدلنا الحاجات لازم نرجع الحاجات مكانها. اوكي يا بنات. اخر حاجة بقى، احنا عندنا وسائل مساعدة لو اتزنقنا في لعبة من اللعب، هيبقى عندكم وسائل مساعدة للأطفال يعني الحلوين البناتين. اولا استدعاء ولي امر، وده هيبقى احلى استدعاء ولي امر، او هتغنوا واحنا هنستحمل. اوكي. طيب اهم حاجه بقى، ودول الحمد لله انتوا بنات المفروض ما يبقاش في عنف عند البنات، بس احنا برضو من الرولز بتاعتنا ان احنا ما بنلعبش بعنف خالص، ومفيش خناق طبعا، ده كده كده. فلو اتخانقنا النهارده هنشوف بقى هنعمل ايه بقى يا استاذه ليلى. طيب تعالوا بقى نعرف ايه، نتعرف على بعض اكتر كده ونشوف انتوا عارفين بعض قد ايه، وهيبان كل حاجه على رياكشنات بناتكم. اوكي استاذ طارق، ايه اكتر لون استاذه حبيبه بتحبه؟ البينك. البينك. بينك يا حبيبه. ماشي اوكي. استاذ طارق التاني، احنا عندنا 2 طارق، فايه استاذ طارق بقى قول لي ايه اكتر كرتون ليلى بتحبه؟ سبيستون. لا سبونجوب. مش هو تفرجي على ايه يا ليلى؟ سبونجوب. سبونجوب. ماشي اوكي. طب قولي لي ايه اكتر صاحبه لفاطمه؟ انتمتها اسمها ايه؟ مريم. مريم فعلا. ماشي. طب قولي لي انت ايه اكتر اكله جودي بتحبها؟ اكيد عارفه. مكرونه بشاميل. بجد ياتي انت على البشاميل الحلو ده. ماشي قولي لي يا حبيبه ايه فريق الكوره اللي بيشجعه بابا؟ زمالك. زملكاوي؟ ولا ايه؟ زملكاوي لابس احمر؟ اوكي ماشي. قولي لي يا ليلى بابا شغله فين؟ محاسب. لا فين بقى؟ فين في البلد؟ بيروح فين الصبح؟ الشغل. الشغل بيروح الشغل. مش عارفه فين صح؟ ما قلتلهاش قبل كده يا بابا؟ لا مش ما حفظتش يعني. ما حفظتش. قول لها دقي مهندسين يعني فاهمها يعني المنطقه. مدينه نصر. مدينه نصر يا لولا. ماشي اوكي. قولي لي يا فاطمه
ايه اكتر اكله بابا بيحبها من ماما؟ اكتر اكله؟ اه المحشي. المحشي ده بجد؟ اصعب ده حقيقي؟ ماشي. محشي كرنب كمان يا ولد على الثقه يعني. اوكي انت بقى قولي لي يا جودي اكتر اكله بابا بيحبها من ماما. محشي برضو؟ ده ايه ده؟ محشي ايه ومحشي كرنب برضو؟ اي حاجه. اي محشي. ماشي اوكي. قولي لي يا استاذه فاطمه حبيبه اختك انتمتها اسمها ايه؟ لا هي اصلا ما عندهاش مدرسه، انا انتمتها. يا طب بجد يا حبيبه يا انا تعاطفت قوي يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض. كم حزين. لا بالعكس ده حاجه حلوه جدا لاخواتي وهم انتمات بعض. انا ما عنديش اصلا غير واحده بس، يعني هم اخواتي هم بقى الانتمات الحقيقي يعني الاكثر. برافو، ربنا يخليكم لبعض. طب استاذه جودي ايه اكتر واحده صاحبه ليلى صاحبتها؟ عالية. عالية؟ ايوه صح. عارفه. ماشي اوكي. طيب واضح جدا ان الاسرتين عارفين بعض كويس واسر مترابطه الحمد لله سو فار لغايه دلوقتي يعني. بس تعالى نبتدي بقى ايه اول لعب على طول ونسخن كده. اول لعب على هادي واحنا واقفين وعندنا شويه حاجات ليها علاقه بالمعلومات العامه والمذاكره بتاعت حضراتكم. اوكي عندنا كذا لعبه، عندنا انا مين او انا ايه، هقول لكم حاجه وانتم تعرفوا فزوره يعني وتعرفوا احنا بنتكلم على ايه، صح وغلط واختيارات. اوكي جاهزين؟ جاهزين. تعالوا نبتدي بانا مين او انا ايه، والسؤال موجه للاسره الاولى بسرعه جدا بقى. انا الوقت الاصلي اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم. الوقت الاصلي. الوقت الاصلي. الوقت الاصلي يا استاذ طارق. الفراغ. الوقت الاصلي. ساعه. ساعه؟ ساعه ساعة ونص. يعني 60 دقيقه؟ لا غلط غلط. 90 دقيقه. الاسره الثانيه، انا الوقت الاضافي اللي بيلعب فيه اللي بيتلعب فيه مباراه كره القدم. نص ساعة يعني كام دقيقة؟ 30 دقيقة. 30 دقيقة برافو. بوينت هنا. السؤال الأسرة دي، أنا الحيوان صديق الإنسان، أحب اللعب والمرح وإظهار مهاراتي في المياه. الكلب. في المياه. في المياه. الدولفين. الدولفين برافو. السؤال الأسرة دي في المياه يا أستاذة حبيبة. أنا الحيوان الذي يستطيع العيش في المناخ الأكثر برودة في القطب الجنوبي. دب. أه. الدب القطبي. شبهه غير الدب القطبي. ايه يمشي كده شهاب بيمشي كده البطريق. ايوه شكرا يا ماما. الاسره دي انا اول من انشا بنك وطني في مصر. من بنك مصر مين هو؟ مين اللي انشاه يعني؟ ايوه من هو؟ ينفع خمسه اربعه ينفع سهله قوي ثلاثه اثنين يا حبيبه واحد طلعت حرب يا جماعه مش ممكن. السؤال للأسرة دي، أنا ملحن مصري لحن النشيد الوطني بلادي بلادي بلادي. درويش صح؟ محمد. لا لا حاجة درويش. حاجة درويش؟ صح غلط؟ دي جت في قلبي أكتر من محمد عبد الوهاب يعني بجد. تمشي عمار الشرعي؟ لا مش لا هو. طبعا هو أستاذ الموسيقار الكبير سيد درويش. حاجة درويش؟ مفيش بوينت عامة. طيب اختاروا بقى من عندكم بقى حد يعمل مهمة عشان حاجة درويش دي. رحلة سعيدة. بصوا بقى يا بنات يا حلوين، دلوقتي زي ما انتم شايفين في كور كتيرة قوي ألوان حلوة كده، بس في كورة مختلفة لونها أزرق موجودة جوه البول ده وأكبر بتاعت هاندبول. كي. اللي هتعرف تجيبها فيكم الأول هتبقى هي الأسرة اللي كسبانة. هنشجع؟ أوكي. هتشجعوا؟ يلا بينا حبيبة اطلعوا فوق. ليلى ليلى يلا ريدي ستادي جو. يلا حبيبة يلا حبيبة يلا حبيبة يلا حبيبة يلا خش جوه. مين هيجيب الكورة الأول؟ طبعا الكورة اللي بتطلع بره دي هنلمها احنا. يلا حاولوا ما تتفرجوش. ليلى ناحية التانية. ليلى ناحية التانية. ليلى روحي ناحية التانية. يلا بسرعة بسرعة. يلا شاطرة بيبو شاطرة. برافو برافو يا بنات. يلا يا بيبو. ليلى ناحية التانية. يلا يا ليلى. يلا يا حبيبة. بيبا ليلى 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 يلا فين الكورة؟ انزلوا من تحت وانتوا لابسين نظارات عشان تشوفوا تحت. خدوا نفس بس خدوا نفس من تحت خدوا نفس من فين تاني. يلا حبيبي. ايوه مين اللي هيلاقي الكوره؟ يلا 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 حبيبي. انا شفت الكوره انا شفتها يا بنات. انا شفتها اللي شفتها مين فيه؟ طب انا عايزه اقول حاجه،
بصراحه شديده ويعني بامانه شديده. ليلى لمست الكوره حبيبه مسكتها الاول، فانا مش هعرف احسبها لحد فيكم، بس شاطرين جدا جدا جدا. برافو برافو، جود جوب. تعالوا يلا تعالوا تعالوا اطلعوا. خلصنا المهمة الأولى في سلام، والاتنين كانوا شاطرين جدا، واحدة وصلت لها والتانية مسكتها بسرعة، بس الحمد لله الموضوع كان ظريف وفي تعاون ما بين الأسر، وبابا حبيبة راح جاب ليلى، والدنيا ظريفة جدا جدا جدا. جاهزين بقى للمرحلة التانية والأسئلة؟ المرحلة التانية الأسئلة هتبقى موجهة للبنات، هتقولوا صح أو غلط. لو ما تعرفوش عايزة أفكركم بوسائل المساعدة في استدعاء ولي أمر أو هنغني، أوكي؟ نجهز مع بعض. حبيبة، استخدم المصريون القدماء الرمال في صناعة الزجاج؟ لا. لا؟ غلط. صح. يعني الإجابة السؤال الثاني، القمر مصدر من مصادر الضوء، صح ولا غلط يا ليلى؟ القمر مصدر من مصادر الضوء، صح القمر يا ليلى؟ يا قمر غلط. غلط طبعا، هي قالت غلط لانه هي الشمس. ماشي، نفتكر وسائل المساعدة. السؤال الثالث، ليه فاطمة العين هي اسرع عضلة تتحرك في جسم الانسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. السؤال لجودي، الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. ماما، السؤال هنا، عدد اجنحه النحله يا حبيبه، عدد اجنحه النحله هم اربعه، صح ولا غلط؟ غلط. صح يا حبيبه. صح، متسرعه قوي. اوكي يا ليلى، عدد عظام اسماك القرش سته، صح ولا غلط؟ صح. صح، غلط يا ليلى. غني. طيب ماشي، متعادلين تقريبا. هنعمل بقى ايه؟ عندنا مهمه ثانيه، بما اننا اخترنا حبيبه وليلى، تعالوا بقى ايه، جودي وفاطمه، ايه رايكم؟ يلا يا جودي. بصوا بقى يا بنات يا حبيبتي، تعالي تعالي يا استاذه جودي. حضرتك يا استاذه جودي هتبقي الفريق الاحمر، وحضرتك الفريق الاصفر، اوكي؟ كل واحده تروح عند الدوريات دي. احنا دلوقتي هنخش من الدوريه دي للدوريه دي، وبعدين نجيب الدوريه دي عشان نحطها قدامنا عشان نعرف نخش جواها. لو حد اتلخبط او عمل حاجه غلط هيرجع من الاول تاني. المهم ان انتوا هنشوف مين هيوصل للقمع اسرع. أوكي. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. يلا جو 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 يلا 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 جو. فاطمة فاطمة، بس جودي كعبلت منهم. شاطرة فاطمة، برافو برافو. شاطرة يا جوجو. معلش يا جوجو. كده خلصنا المهمة التانية، شطارة حلاوة طعامة. جاهزين طيب للأسئلة بتاعت الاختيارات؟ لا. فاكرين وسائل المساعدة؟ وسائل المساعدة. طيب سؤال لحبيبة، شيء إذا ترك في ماء مات على الرغم من أنه مصنوع من الماء، فما هذا الشيء؟ السمك، الثلج، الورق؟ السمك؟ التلج. التلج. فكري. التلج. التلج، أوكي. يا ليلى، إيه هو الشيء اللي بيتحرك حوالين الشخص باستمرار وموجود في كل مكان يروح فيه الشخص، وعلى الرغم من كده احنا مش شايفينه خالص؟ برافو. انا غير اختيارات يا روحي. برافو يا ليلى. فاطمه، ايه هي الاسرع في اللي جاي، المشي، الركض، الهروله؟ ايه ده، ايه الهروله؟ المشي، الركض، الهروله. الهروله. الهروله الاسرع. الاسرع. الركض. الركض. عايزه اجابه، ماشي، ركض، هروله. الركض. الركض، برافو. اوكي جودي، ايه اللي اكتر ارتفاعا، اعلى حاجه، السهل، الهضبه، الجبل؟ الجبل. برافو، شاطره حلاوه طعامه، برافو، بتذاكري كويس يا ماما. طيب كده نبقى وصلنا لغايه نهايه الاسئله بتاعتنا، فاصل بقى ونرجع نعمل شويه حركه وتوازن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. جينا بقى لميعاد احلى لعبه بحبها، لعبه التوازن، اللي هو اصلا محدش عاده يعني بيعدي فيها. هنشوف الاسره كلها تشترك في لعبه التوازن دي،
ونشوف بقى مين متوازن اكتر من الاسرتين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين قوي يعني؟ جاهزين قوي. حضرتك المفروض الكرة دي ما تقعش من بق حضرتك او من المعلقه يعني رايح جاي. رايح جاي. شفت بقى؟ صعب صعب صعب. هيقع كده. هتقع قبل ما تمسكها. انا ولا الكرة؟ مش عارف. نشوف. نشجع بقى يلا. بابي لسه ما اتحركش اصلا. يلا يا بابي. لسه محدش شافني. لا يا بابي وهي في بق حضرتك. يلا يا بابي. يلا يا بابي. بابي بابي. يا بابي وقت يا بابي فرد عضلات. بابي بابي. برافو برافو برافو. يلا يا بابي. بابي عرب يوصل. بابي عرب يوصل. كرة شكلها هتقع. شكلها هتقع. بابي شكلها هتقع. بابي شكلها هتقع. ما وقعتش واحنا رايحين. ربنا يستر علشان واحنا راجعين لسه. يلا لسه. امسك نفسك. نمسك نفسك. يا سلام يا بابي. يا سلام. يا سلام على الوقفه. ثقه ثقه وكره هتقع. يلا واحد. ما تفتنيش كده. ثلاثه. الله الله على الثقه. خمسه. كوره وقعت عند بابي. يلا يا بابي. بابي يلا. بابي بابي بابي. أسرة نايمة بس ممكن بابي متوازنة عادي. بابي بده يصحى وكده التوتر يعلى. بابي بيطالب بالجمهور يعلي صوته. بيطالب. شجعوه يا جماعة. برافو. وصل. هنشوف هيتخذ نفس المسار أم لا. يلا بابي بابي. يلا بابي بابي. برافو برافو برافو. الثقه الزايده. طيب عاده الامهات بيبقوا اكثر توازنا في اللعبه دي. رحله سعيده. ما تبصيش على الكوره. بصي على حد. ما تركزيش في نصايح بقى. اسمعي كلام جوزك بقى في النصايح الايه. ما تركزيش في الكوره. ما تركزيش في الكوره. ركزي في المشي بس. ركزي في المشي. يلا يلا. لا ما تخافيش. ما تركزيش في الكوره. يلا يا ماما. يلا مامي. يلا مامي. 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 ركزي يا مامي. ركزي يا مامي. ارفعي الكوره يا مامي. كوره. مامي. ارفعي الكوره فوق يا مامي. مامي. برافو يا مامي. والله برافو. مامي. اهو. شاطر. يلا تعالي تعالي يا ماما. تعالي انتي بقى. ان انا قلت الامهات بيبقوا متوازنين وكده. اه لا لا لا. انتي بقى. يلا بالراحه. خير. يلا يلا. بيقولوا لك بالراحه. اولادك بيقولوا لك بالراحه. مامي 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 مامي. ركزي. هتقع ولا ايه؟ ارفعي الكوره لفوق. ارفعي الكوره لفوق يا ماما. اه يا ماما. اه يا مامي. مامي. اه يا مامي. 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 حسبي يا مامي. حسبي. مامي. صوت انفعالي رهيب عند ماما. مامي. برافو برافو. يلا. لا مش ممكن. برافو. الله. الاسره دي في مشكله في الثقه عندكم. ما بتاخدوا ثقه؟ عشان الله. ما حدش عندك عدى. انت يا امل. لا مش الوحيد. انت الامل اللي قبل الاخير. يلا بس تشجيع حلو. ايوه تشجيع حلو. فاطمه عايزه تشجيع حلو. فاطمه يلا. فاطمه 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 فاطمه. برافو يا فاطمه. عارفه لو رفعتي بس الكوره لفوق سنه. برافو يا فاطمه. جدا فاطمه. ثبات انفعالي وتركيز عظيم. الثقه بقى يا فاطمه. ما تتغريش. واحده واحده. يلا. ايوه برافو. مركزه. كل النصايح. ماما قالت لها ارفعي الكوره. رفعت لفوق. برافو يا فاطمه. جدا شكلها هتعملها. شكلها هتعملها يا جماعه. شكل فاطمه هتعملها. فاطمه شكلها هتعملها. هتعملها هتعملها. برافو برافو. ده حب. ده ماما بتاخد حب. ده تحيه. دي حب. يا عيني على الفرحه. يلا يا جوجو. يلا يا جوجو.
جوجو هنركز هنركز لابسين ايه سيفتي وهنركز. اطلعي ستيب كمان بالظبط كده شطورة يا بابا نفسك عشان ايوه يا احنا هنشوف يلا يا جوجو عايزين نركز يا جوجو ركز استنوا بس بتشوف هترفعها ازاي ماشي شاطره يا جوجو يلا يا جوجو مش هتقول معلش يا جوجو يلا يا لولا لولا ايوه الامل وايد مصر في لازلك طب ليلى بقى بقى ليلى بقى بقى هتمسكها ازاي بقى بسنتينها اللي واقعين بقى دول بقى اللي لسه ما طلعوش بدلهم هتحاولي صح؟ ماشي هنشوف هتعرفي؟ طب اقول لك على حاجه يا ليلى انت بقى استثنى ليك انت لو عرفتي تعدي وترجعي من غيرها ماشي عملت لي كده قالت لي ماشي يلا ماشي لولو لولو ماشي لولو ماشي يلا بيبو ما تخافيش خالص ما تخافيش خالص اسمعي كلام مامتك يلا هنلم بقى الحاجات بسم الله الاول يلا احنا بنلم حاجتنا بيبو 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 الله يا حبيبي على التركيز عجبني التركيز بس الكوره ارفعي لفوق سنة ارفعي الكوره لفوق سنة بيبو بيبو برافو على الثبات الانفعالي حبيبي هتعمل زي اختها ولا ايه الكورة وقعت من حبيبة معلش عدنا بحبيبة بس كده عندنا فطومة وليلى واحدة 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 عرفوا يعني عدوا بسلام وأمان حبيبة لسه بتلعب خلينا نروح على الفي ار ونرجع نكمل لعب وحاجات حلوة كتيرة جدا 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 ونقول الحمد لله ان التكنولوجيا دخلت حياتنا عشان بتعمل لنا لعب حلوه كتيرة جدا ما كانتش على ايامي انا وانا صغيره بس على ايام الكتاكيت الحلوين اللي بيجوا لنا في رحله سعيده عاملين حساب الموضوع ده كويس قوي وعندنا لعبه حلوه قوي بنعرف نتحرك فيها ونعمل مجهود لذيذ جدا جودي واقفه لابسه لبس او الادوات بتاعه الفي ار وجاهز عشان تلعب اللعبه اللي معانا جاهزه يا جودي جاهزين تشجعوا يلا يا جودي يلا ريدي ستادي جو دوسي بلاي جودي مفروض انها جوجو ايوه تفضل يا جوجو يلا الظهر ده وكمان حاسبي يا جوجو جوجي ايوه حاسبي يا جوجو برضه انا بقى حاسبي يا جوجو ايوه كده يا جوجي 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 معاكي ماشي جوجي 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 برافو جوجي برافو جوجي بجد برافو ايوه على بعض دول واحده هنا واحده هنا حاطه مع واحد برافو يا جوجو شاطره يا جوجي شاطره يا جوجي بجد واو لا برافو يا جوجي بس برافو والله العظيم شاطره يا جوجو عايزه بقى تشجيع كبير في ايه خضتيني يا فاطمه ايه الحماس ده برافو هو دي this is the spirit فين بقى يا جماعه الناس فاطمه فاطمه بتطالب الجماهير انها ايه يلا فاطمه تشجعها يلا بينا يلا يلا يا فاطمه فاطمه برافو فاطمه داخله بحماس وتركيز حاسه يا فاطمه ايوه يا فاطمه حاسه يا فاطمه تاني برافو يا فاطمه حاسه يا فاطمه تالت برافو يا فاطمه الله 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 انا ليه بنزل معاكي يلا ايوه برافو يو شنال برافو برافو حاسه يا فاطمه تالت وات يا فاطمه فاطمه وقعت معلش 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 يا فاطمه بس عادي حاولتي برضو والله حاولتي حلو يعني شاطرين متعادلين البنات النهارده وكل حاجه متعادله جدا روحي يا فاطمه مكانك طيب شاطره يا فاطمه هروح انا بقى العب شويه في ار كده وتعالوا كلنا نروح نسمع حدوته جديده من حواديت ماما سماح ونرجع نكمل اللعب مش كده يلا بينا We'll be right back.
أهلا بكل أصحابنا أصحاب رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. برحب بيكم أولا وبرحب كمان بأصحابي الموجودين معايا النهاردة. وحكاياتنا النهاردة هنتعرف فيها على ولد جميل قوي اسمه حمادة. حمادة صانع السعادة. حمادة ولد طيب وشاطر، كل يوم الصبح يصحى بدري مع زقزقة العصافير، ينزل الشارع ومعاه الجرايد وبسرعة يجري في كل مكان عشان يبيع الجرايد بتاعته. يروح قدام المدارس، يروح قدام النوادي، يروح العمارات، وكل واحد يطلب جورنان يجيبه له حمادة على طول. كل الناس كانت بتحب حمادة لأنه شاطر وأمين وسريع، وآخر اليوم يرجع حمادة لمامته ومعاه الفلوس اللي باع بيها الجرايد. مامته تتبسط منه لأنه هو كمان في أجازة الصيف بيساعدها وبيحاول إنه هو يشاركها إنه أي حاجة هي محتاجاها أو أي حاجة هو حتى محتاجها يجيبها لنفسه. يوم بعد يوم يا أصحابي حمادة لاحظ حاجة غريبة جداً، يمشي زي ما كان بيمشي، يجري زي ما كان بيجري، يروح كل الأماكن اللي كان بيبيع فيها الجرايد، محدش خالص عايز يشتري منه الجرايد خالص. إيه اللي حصل؟ ليه الناس مش عايزة تشتري الجرايد؟ لف كتير حمادة وتعب، وفي الآخر قعد يرتاح وقال أنا لازم أعرف السبب. مسك أول جورنان وفتحه وبدأ يقلب كده في صفحاته ويبص يقول ياه إيه ده؟ إيه ده؟ الأخبار في الجرايد كلها عن الحرب، الولاد دول زعلانين كده ليه؟ وهنا بنت بتعيط، وهنا ولد بيترعش من البرد، وهنا ولد تاني كله عرق من الحر وبيوتهم وراهم مكسرة. يا خبر، عموماً الحمد لله، الحمد لله إن أنا عايش في أمان وسلام، حتى لو مش بقدر أجيب كل الحاجات اللي أنا عايزها، لكن في الآخر أنا بلد بتاعتي ما فيهاش حرب وما فيهاش حاجات متكسرة، وعايش مع ماما في بيتنا في أمان، محدش بيضايقني ولا بيزعجنا. بس هل ده معناه بقى أن حمادة يتفرج على الولاد دول وما يحاولش يساعدهم؟ اه طبعا لازم يساعدهم. اه طب ازاي يساعدهم؟ بألعاب. بألعاب؟ أكتر حاجة بتفرح الأطفال إيه؟ الألعاب. الألعاب أكتر حاجة بتفرح الأطفال، اللعبة الحلوة. فكر حمادة، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قعد شوية وقال أشوف أنا معايا كام في جيبي. طلع حمادة القروش القليلة اللي معاه في جيبه، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة، طلع كل القروش اللي معاه وبسرعة بسرعة جري راح على المكتبة. فكر كده وقال أنا هشتري مقص وألوان وخيوط ملونة. يا ترى بقى هيعمل إيه حمادة بالمقص والألوان والخيوط الملونة؟ فكروا بقى كده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ الألعاب. يعمل ألعاب. الألعاب دي هيعملها من إيه؟ من ورق الجرايد. بدأ حمادة يمسك أول ورقة في الجورنان ويقصها ويقول إيه؟ الولد ده حران، أنا لازم أعمل له حاجة تخليه ما يبقاش حران. أعمل له إيه؟ إيه؟ يعمل له مروحة. قص ورق الجورنان على شكل مروحة، حطها جنب الولد، وتخيل إن الولد مسك المروحة وقعد يهوي بيها. يا سلام، أخيراً ابتسم بعد ما كان عرقان وزعلان وحران. بنت تانية واقفة زعلانة، بيتها اتكسر وبتعيط، طب أعمل لها إيه؟ أعمل لها إيه عشان تبقى مبسوطة؟ يعمل لها إيه؟ بيت. يعمل لها لعبة على شكل إيه؟ بيت. عروسة. عمل لها عروسة، قص الجرنان على شكل عروسة حلوة ولونها بألوان حلوة، وعمل لها فيونكات حلوة في شعرها وحطها جنب البنوتة. اتخيل ان البنوتة مسكت العروسة حضنتها وطارت لفوق 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 وعملت له باي باي. انا مبسوطة النهاردة يا حمادة عشان انت خليتني اضحك بعد ما كنت زعلانة وحزينة. ولد تاني برضو واقف وعمال يعيط 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 ويدور على بابا ومامته مش لاقيهم، ويبص في السما راحوا فين. فكر حمادة وقال ايه اللي بيبقى موجود في السما ممكن الولد ده يفرح بيه؟ طيارة. طيارة. قص حمادة الجرنان على شكل طيارة وحط لها الخيوط بتاعتها ولونها بألوان جميلة، حطها جنب الولد، الولد مسك الطيارة وطار وعمل له علامة النصر. أنا بشكرك يا حمادة، أنت النهاردة رجعتلي السعادة. يوم بعد يوم يا أصحابي حمادة اتعلم حاجة جميلة قوي. اتعلم بقى إيه؟ اتعلم يعمل لعب من ورق الجرايد. بدل ما كان بيبيع الجرايد بدأ كل يوم يقص الورق ويعملوا لعب. عمل طيارات الولاد طيروها في السماء، عمل مراكب الولاد عوموها في البحر، عمل كمان وشوش حلوة خالص للأولاد يلبسوها ويبقوا مبسوطين إن هم بيلعبوا مع بعض، وكل واحد لابس وش
وكل واحد عايز يشوف صاحبه عرفه ولا لا، حاجات كده ايه لطيفه تخلي الاولاد يبقوا مبسوطين. كل الاولاد كانوا فرحانين بحماده عشان حاجه مهمه قوي، عشان هو لما حصلت له مشكله والجرايد ما بقتش بتتباع ما وقفش ساكت وعيط وقال انا خلاص مش هعرف اشتغل، لا حماده فكر وعمل حاجه تانيه يستفيد بيها برضو من الورق وعلمته مهاره جديده. يعني ايه مهاره جديده؟ يعني حاجه جديده يقدر يعملها ما كانش قبل كده بيعملها. طب ليه بقى هو اتعلم المهاره دي؟ عشان ايه؟ عشان ربنا، عشان يساعد مامته، عشان يساعد مامته، وعشان كمان يساعد مين؟ الاطفال اللي موجودين في صفحات الجورنان. يعني احنا لما نعمل حاجه كويسه بقصد ان احنا نسعد حد ممكن ربنا يخلينا نتعلم حاجه جديده خالص ما كناش عارفينها. كمان حاجه عايزه اقول لكم عليها، الحاجه اللي بتفرحنا لازم تبقى حاجه غاليه؟ لا لا، لازم تبقى حاجه كده بفلوس كتير؟ لا، مش ممكن حاجه بسيطه خالص، ورده، لعبه، حتى ورق، حاجه بسيطه زي دي تخلينا نبقى فرحانين. يعني السعاده موجوده حوالينا بس مش دايما السعاده تبقى لعبه. يعني السعاده لعبه، بس اللعبه مش لازم تكون غاليه عشان تسعدنا، صح؟ مش لازم نلعب بفلوس، بفلوس بس مش لازم فلوس كتير، ممكن فلوس بسيطه نجيب بيها لعبه نبقى فرحانين بيها. والاحلى بقى لو عملنا احنا اللعبه بايدينا، يعني قعدنا لونا، رسمنا رسمة حلوة، عملنا شكل حلو، عملنا زي حمادة كده وشوش ولوناها، عملنا لأصحابنا في عيد ميلادهم هدايا إحنا عملناها كده بإيدينا، دي بتبقى حاجة حلوة بتبسطهم، وإحنا نبقى فاكرين إن هدية اللي قدمناها لصاحبنا إحنا اللي كنا عاملينها مش شارينها. يوم بعد يوم كل أصحابه وكل الناس الجيران بقوا بيقولوا جي حمادة، حمادة صانع السعادة، حمادة اللي خلانا كلنا مبسوطين وفرحانين بحاجات بسيطة خالص بيعملها، بس هو لانه بيحب يسعد اللي حواليه وشايف انه السعاده ان احنا نسعد الناس اللي بنحبهم ونخليهم فرحانين. ايه رايكم بقى في حدوتتنا؟ جميله قوي. ايه رايكم في حماده؟ حلوه. طب لو انتوا عايزين كده تقدموا لحماده هديه تعملوا له ايه؟ تجيبوا له ايه؟ ها؟ ايه اللي ممكن نجيبه لحماده نخليه فرحان؟ لعب. لعب. ممكن نعمل له لعب احنا كمان زي ما هو كان بيعمل لعب؟ ها؟ يعني هو عشان عمل حاجات، نعمله بيت، نعمله بيت، هو عشان عمل حاجات حلوه ربنا خلاه يبقى عنده حاجه جديده يعملها ويكسب برضه فلوس منها. في الاول بقى حماده على فكره ما كانش بيبيع الحاجات اللي بيعملها، كان بيديها هدايا لاصحابه، لكن اصحابه يوم بعد يوم قالوا لا احنا لازم كمان احنا نساعد حماده، لما يدينا لعبه نديله فلوس من المصروف بتاعنا عشان احنا كمان نساعده. اصحابي دي كانت قصتنا النهارده، حماده صانع السعاده، اتمنى تكون عجبتكم. أنا مبسوطة منكم ونفسي دايماً أنتوا لو تقدروا تسعدوا حد تسعدوه، ولو بحاجات بسيطة، لأن السعادة جميلة، ويا رب كلكم تبقوا مبسوطين وسعداء، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سمح. جينا بقى لالعاب الترابيزه اللي احب افكركم الساده المشاهدين اللي في البيت وبيتفرجوا علينا ان انتوا تقدروا تعملوا كل الالعاب بتاعه الترابيزه دي عندكم عادي على ترابيزه السفره، كلها حاجات موجوده عادي جدا. دي ميكانو يا بنات، واحنا عاملين بيها زي متاهه. اوكي، دلوقتي التحدي او اللعبه اللي عندنا، يعني كل واحده فيكم هتمسك طبق، اتفضلوا، وكل واحده فيها فيكم معاها كوره، الكوره دي هتبقى هنا اهو، والكوره دي هتبقى هنا اهو، وكل واحده فيكم هتهوي بالطبق، هتهوي مش هتلمس، لو لمستي هترجعي من الاول، هتهوي الكوره وتحاول انها تدخل الكوره ونشوف مين فيكم اللي هيوصل للنص اللي هي الحته اللي في النص دي الاول. اوكي، جاهزين يا بنات؟ جاهزين. فاهمين هتعملوا ايه؟ اه. يلا بينا، ريدي ستادي جو. يبقى ما تهويش قوي، برافو جودي، دخلتها في اول حته. حبيبه دخلت جوه البوكس الاول برضو. حبيبه لازم نخش من هنا نشوف فيكو اسرع. هو انتوا مش واكلين ولا ايه؟ هو برافو حبيبه، قربت توصل. حبيبه مع ان جودي كانت اللي باديه هي اللي كسبانه، ولكن حبيبه هي اللي كسبت في اللعبه دي. يلا بينا نروح على اللعبه الثانيه على طول هنا برضو على الترابيزه.
ما بيحبش اكس او؟ كلنا لعبنا اكس او كبار وصغيرين صح؟ بس احنا هنا عندنا اكس او بشكل مختلف على الترابيزه بتاعتنا، معانا الماميهات اميره ونهى، كل واحده هتحاول انها تبقى بتقلب الازازه، لو الازازه وقفت هتتحرك فاطمه او هتتحرك ليلى، ما وقفتش هتفضلوا واقفين مكانكم وهنشوف في الاخر بقى الإزازة. مع معاكي الازازه، جاهزين يا ماميهات؟ يلا بينا خشوا على طول. ما وقفتش ما وقفتش. الله يلا واحده ماشي يلا ها وقفت يلا حطي يا ليلى فين يا ليلى حطها هنا هنا اللي جنبيها هنا ماشي ماشي يا وقفتها لك يا ليلى ماشي لو هي كسبت وقفت لو وقفت فاطمه هتكسب وقفت كسبوا فاطمه كسبت يلا اللي بعده نشوف اللعبه اللي بعدها على الترابيزه يلا بينا من العابي المفضله بقى بصوا بقى هنعمل ايه في اللعبه دي زي ما انتوا قدامكم كده كوبايات زي ما انتوا شايفين والمفروض ان احنا نلم كل الكوبايات دي على بعضها بس هنلمها ازاي هوريكم كل واحده هتبقى معاها بالونه امسك البالونه كده اهو وتنفخ جوه كوبايه كده اهو وتحطها في الكوبايه دي فهمتوا حاجه هنجمعهم بقى كده اهو وكل واحدة هتاخد البلالين بتاعتها تفضلي بالونة حضرتك بالونة صفرة حضرتك بالونة حمرة علشان ايه الروح الرياضية ومفروض ان احنا نجمعهم كلهم عند الكوباية دي فانت هتاخدي الكوباية دي وتروحي تحطيها هناك وبعدين دي وتروحي تحطيها شوف بقى مين اللي هيخلص اسرع من غير لما يوقع الكوبايات جاهزين؟ جاهزين جاهزين؟ نفسكم قوي؟ طب يلا بينا استنوا لما لما دول كده عشان نعرف نشجعكم صح ونقول ريدي ستادي الله 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 على الله يا حبيبي يلا يا جودي انفخي 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 يا جودي انفخي يا جودي انفخي يا حبيبه دخلت الثانيه والثالثه يلا يا جودي ما تمسكيهاش بايديكي تقعي ليه وتقع ليه لا انت هتنفخي وهي جوه بصي انفخي وهي جوه عشان تعرف تمسك عليها بالظبط انفخي انفخي يا جودي شيلي بقى شيلي برافو برافو يا عيني ماشي برافو جودي حبيبه قربت تخلص يا جودي عرفنا ازاي يلا بقى بسرعه برافو حبيبه اتقان تركيز حبيبه 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 ما تمسكيش بايديكي برافو يا جودي لسه يا حبيبتي بتحاول تستراجل ازاي تنفخي طب شجعوا جودي بقى يلا يلا يا جودي جودي انفخي يا حبيبتي جوه وش كله جوه الكوبايه انفخي ايوه يلا انفخي كمان انفخي كمان بصي امسكي البالونه دخليها جوه انفخي لغايه اما تبقى كبيره لا تعالي يا جودي حبيبه خلصت ماشي حبيبه خلصت بس انا هفضل وراكي لغايه اما تعرفي تعملي واحده يلا اعمليها جوه يلا ها ها ايوه ها جايه اهي هنشيلها والله اللي هتشيليها يا جودي ايوه اهو برافو برافو انفخي مفيش نفس خالص الحمد لله عرفت تعمل واحده بس طبعا حبيبه هي اللي كسبت يلا اللي بعده يلا اللي بعده طبعا بعد التشاور اللي احنا اتفقنا عليه كل اسره اختارت من عندها حد اختاروا ليلى من الفريق ده واختاروا فاطمه من الفريق ده والتحدي ده مفروض ان هو تحدي سهل كل واحده فيكم قدامها كور صغيره كور بينج بونج والمفروض ان كل واحده تحاول تحط كوره من جوه الكاب يعني جوه الكوبايه من الكوبايات دي اللي هتحط كوره جوه كوبايه هاخدها هنشوف بقى مين اللي هيتبقى عنده كوبايه اخيره أوكي. جاهزه يا ليلى اكيد قول افرض ما دخلتش هتاخدي الكوره ولا هتفضل عادي لا خلاص هتبقى اوت لازم تخش عشان ابقى انا باخد الكاب وتبقي انت سجلتي بوينت اوكي جاهزين؟ جاهزين انا شاكه فيكي جاهزه ماشي اوكي يلا بينا ريدي ستادي ستادي خدوا الكور في ايديكو اند جو الله ولا اي حاجه يلا اللي بعده الله ولا اي حاجه برضه الله ماشي بالراحه عارفه لو عملتوها بالراحه لو بالراحه هتيجي اكتر
حبيبة دخلت واحدة، برافو. ها براحة يا حبيبة، برافو حبيبة، عرفت التكنيك شوية. ليلى دخلت واحدة، برافو. براحة يا ليلى، دخلتي واحدة، برافو. ماشي ليلى شاطرة. انتي بتضحكي على ايه؟ يلا يلا. ليلى دخلت التانية، برافو حبيبة. فاضل اتنين هنا واتنين هنا، مين فيكم اللي هتكسب يا ترى؟ مين فيكم؟ مين فيكم اللي هتكسب؟ دخلت. دخلت حبيبة، فاضل لك كوباية. ليلى كمان فاضل لكم كوباية واحدة. ركزوا ركزي يا ليلى، ركزي ركزي، خدي ركزي، خلصتي الكور اللي عندك، ركزي ركزي، اتفضلي. انا اللي عندي كده خلصت، ركزي خلصي، انا هجيب لكم كوب، يلا اهي خدي ركزي. مفيش، خدي. دخلت حبيبه اللي كسبت، برافو حبيبه، كانت حلوه، والنبي انت اللي تعمه وانت اللي قمره. بكده بقى نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول يعني من رحلتنا، واستنونا بكره في الجزء الثاني، رحله مستمره مع نفس الاسرتين، اسره حبيبه وفاطمه ومامتهم وباباهم، واسره ليلى وجودي ومامتهم وباباهم. يا رب تبقوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا. انبسطتوا جدا، وانا انبسطت قوي 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 قوي. باي باي.